رجعنا تاني بعد الفاصل، وانا وعدتكم ان احنا النهارده معانا ضيفه بسم الله ما شاء الله عليها زي القمر. منورانا يا استاذه ماجده. ميرسي، ربنا يخليكي. ميرسي، النهارده منورانا ومشرفانا. وانا اتفاجئت بحاجه، ان انت يعني قلت لي غاليه انا ما بعرفش اطبخ قدام الناس كده فما تعتليش هم الطبيخ. أيوة. سيبي يا ستي الطبيخ على غاليه، بس انت ساعديني. ماشي، تمام. موافقه. انا مبسوطه كمان بيك النهارده قوي. ربنا يخليك، وانا كمان مبسوطه ان انا شفتك. انا النهارده يعني انت انا عارفة؟ مش ما بعرفش اطبخ. أيوة. انا بعرف اطبخ، بس انا وقتي في شغلي وبيتي ده بيخليني عندي ضغط شويه في الوقت يا حبيبتي، فده اللي مخليني ما بعرفش اطبخ، بس بعرف وقت الزنقه بعرف. يا ست الكل ولا يهمك اي حاجه تعمليها من ايديك حلوه. ده انا لسه النهارده بتكلم وبقول المعدن الطيب. وانت ست معدنك طيب وزي الفل، ربنا يخليكي مش اكتر منك. قولي لي بقى، انت الاكله اللي اقترحتيها علينا النهارده، قولي لنا انت مقاديرها وانا هطبخلك. اصل هي سهله، لان احنا في صيام دلوقتي للمسيحيين. فانا بحب اعمل الاكل الخفيف اللي ما فيهوش دسامه، اللي ما يسببش اي مشاكل خالص في امراض او في اي حاجه. فاحنا عندنا البسله بالجزر. ايوه. بنعملها كلها ني في ني. انت بتصومي بقى فعشان كده بتعملي الاكل ده؟ الاكل الصيامي. فهي ني في ني، فبتبقى سهله، يعني سهله في عمايلها حتى، وفي وقتها بتبقى بسيطه يعني. طب قبل ما نطبخ بقى، ممكن بقى كده تعرفي نفسك كده عشان الناس كلها كده، كل حبايبنا يعرفوا مين اللي معانا بقى. انا اسمي ماجده، بشتغل في المطار، مديره شركه عطور وكوزماتكس. طبعا بس عايزه تعرفي ايه تاني؟ ده انا كده عرفت كل حاجه من وشك الحلو ومعدنك بان عليكي كلها. ربنا يخليكي. انا متجوزه وعندي بنوته عندها 24 سنه اسمها ساندي، عندها دودو عنده 3 سنين. ده كل حياتي طبعا. معز الولد، ولد الولد. يا اختي. ده فعلا. قولي لي انت بقيتي كده مديره على طول؟ لا طبعا كسة. لا طبعا، انا ابتديت صغيره قوي يعني. عشت قصه كفاح طويله، من يعني ابتديت موظفه صغيره، ابتديت اتدرج في الشغل، بس الواحد لازم يكون عنده اصرار وعزيمه للحياه. طبعا مفيش حد بيكبر مره واحده، لازم يطلع سلمه سلمه، ولازم يعدي مراحل كتير صعب. فيعني الحمد لله اكتست المراحل دي بصعوبه جدا، بس كان عندي اصرار وعزيمه. الحمد لله وصلت المرحله الحمد لله كويسه يعني. يا اختي تستاهلي الحمد. ربنا يزيدك. ربنا يخليك.